السلام عليكم. يعود النفط وإقفاله إلى الواجهة السياسية من جديد من قبل أسامة حماد ومن خلفه خليفة حفتر. فهل تمضي خطوات الإقفال أم أن التلويح بها لا يتعدى أن يكون ضغطاً على حكومة الوحدة الوطنية والمصرف المركزي مع تفاقم الأزمة المالية التي يعاني منها خليفة حفتر، خصوصاً بعد فشل المفاوضات بين الطرفين لتشكيل حكومة جامعة؟ لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوف الكرام. سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من بنغازي المحلل السياسي سعاد الدينالي، ومعنا عبر خدمة سكايب من جنوى المحلل السياسي محمد فؤاد، ومعنا عبر خدمة سكايب من مدينة بنغازي عضو مجلس النواب جبريل وحيدة. أهلا وسهلا بكم ضيوفي جميعا. أبدأ أولا معك سيد جبريل وحيدة، لماذا تؤيدون قرار إقفال النفط من قبل رئيس الحكومة المكلف من قبلكم أسامة حماد؟ مساء الخير أخي الكريم لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين المحترمين. بالتأكيد هذه حكومتنا ونحن وياها على يعني في توجه واحد، وهذا من حق الحكومة، خاصة بعد أن أصدر القضاء حكمه بتعيين حارس على هذا الإنفاق يعني على واردات النفط، والآن الحكومة أصدرت هذا البيان. نحن نؤيد هذا البيان، وهذا يعني أمر متفاهم عليه، وقد حذرنا كثيرا حتى عبر قناتكم أن ما تقوم به سلطة الأمر الواقع في العاصمة لن يستمر ولن يعني سيقبل في المناطق الليبية، أغلب مناطق ليبيا، وهذا الأمر يجب أن يضع له حد. كنا نراهن على الانتخابات، للأسف الانتخابات الآن الكل يعطلها بدءا بحكومة دبيبة ومن وراءه من دول والمجموعات المسلحة الموالية لهم، والكل صرح علنا أنه لن يقبل بهذه الانتخابات ولن يقبل بالقوانين التي تم إصدارها، ويريدون الأمر يستمر على ما هو عليه. هذا الأمر لن يسمح به، ويجب أن يكون هناك، وقد قلنا أنه ستكون هناك خيارات أخرى، ونحن ماضون قدما في هذا الخيار. يعني هذا الفساد يجب أن يوضع له حد، هذا العبث يجب أن يوقف بأي طريقة كانت. أما تسريح المبعوث الأمريكي فهذا مردود عليه، سنأتي عليه سيد جبريل، هذا في محورنا الثاني. فقط في المحور الأول سنناقش دواعي أو أسباب التهديدات بإقفال النفط. يعني هل فقط عدم قدرة أو نية حكومة الوحدة الوطنية في المضي قدما لإنجاز عملية انتخابية، والفساد كما تصفه أنت الذي تقوم به هذه الحكومة هو الداعي الوحيد لتهديداتكم بإقفال النفط؟ وهل ترى ذلك غير كافي؟ هذا العبث وهذه المخالفات، ألم تطلع على تقرير الرقابة الإدارية ومئات المخالفات التي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون وتمضي فيها هذه الحكومة قدما دون أن تعير أي انتباه لأي أحد، وهي حكومة حتى وإن افترضنا جدلا أنها حكومة شرعية فهي قائمة بمئات المخالفات القانونية وتعبث بأموال ليبيا ولا نرى لها شيء على أرض الواقع، مليارات مئات المليارات تذهب هدرا. يعني هذا الأمر غير كافي، يعني علينا أن نسكت وفقط ننتظر السيد دبيبة إلى أن يدخل ليبيا إلى الإفلاس ثم يذهب في حال سبيله، ربما هذا ما يريده البعض. يعني هذا كل وطني غيور ليبي يجب أن يقف بالمرصاد لهذا العبث، لهذا الأمر. يعني كنا نراهن على أن تكون هناك انتخابات، تكون هناك سلطة جديدة ليتغير المشهد، ولكن يبدو أن هذه الدول ومن ضمنها ربما حتى من الآن يعارضون على اعتراضنا هم يريدون الأمر يستمر على ما هو عليه، وهذا لن نرضى به. نحن لن نرضى أن يستمر الوضع بهذا الشكل، وهذه بداية الغيث قطرة. نحن الآن حذرنا فقط أن يجب تنفيذ ما حكم القضاء، وإذا يعني لم ينفذ هذا الحكم ستكون يعني سنصعد إلى درجة أن نوقف هذا العبث، يجب أن يوقف. نحن لدينا حكومتان الآن، نحن لا نطلب المستحيل، إذا يريدون لهذا العبث أن يستمر علينا أن تعطى حكومتنا نصيبها من هذا الإيراد لتنفق على المناطق التابعة لها، ولنتسابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لنرى من ستكون هناك، أين ستكون تنمية وأين سيكون انفاق حقيقي، وندعو الليبيون هم من يحكمون إذا لا يريدون المشهد أن يتغير. فنحن ولدينا حكومة هي من نعترف بها وهي من يجب أن تنفق من هذه الأموال على التنمية. فلتمنح سيد محمد فؤاد الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الأموال حتى تستطيع إحداث
نوع من التنمية في المناطق التي تسيطر عليها. بيان مجلس النواب واضح، تلبية لحقوق الشعب الليبي، حفظ قوت الشعب الليبي ومدخرات الأجيال القادمة من الثروات، الفساد والتبذير غير المبرر الذي تقوم به حكومة عبد الحميد دبيبة، فضلا عن عدم نيتها لإجراء أو تماهي مع إجراء عملية انتخابية. لذا كان هذا التهديد الذي وصفه السيد جبريل الآن بأنه في حال لم تطبق وتلبى مطالبهم فإن خيار الإقفال هو الخيار الوحيد الباقي أو الماثل أمامهم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ليك أستاذ محمد ولضيوفك ولكل المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. هو في الحقيقة نحن نبدأ مباشرة يعني نذكر عضو مجلس النواب السيد جبريل بأنما يقوله يصالح القانون الليبي. التهديد بإغلاق النفط حسب القانون الليبي يندرج تحت الجرائم الاقتصادية وربما أكبر من هذا، وعقوبات ما يقوله الآن في حلقتكم عقوبات كبيرة جدا، ربما يوم ما عندما تقام العدالة سيحاسب على كل كلام قاله، إنه هدد بإغلاق النفط المصدر الرزق الوحيد للليبيين. لذلك عندما يتحدث السيد جبريل عن القانون أعتقد أنه يجب أن نذكر أن القانون هنا فيه مواد صريحة وواضحة جدا تمس كل من يهدد بإغلاق النفط أو يقوم بأي عمل لإغلاق النفط. هذا من ناحية القانونية، ومن ناحية الوطنية طبعا لا أستطيع أن أتكلم أن حد ليبي يهدد بإغلاق النفط مصدر الرزق الوحيد الليبيين ثم يتحدث عن الوطنية. ولكن الآن خلينا نخش للمغالطات اللي يقول فيها السيد جبريل، خلينا نخش في الحلقة طول، لأنه هو الآن احنا مش فاهمين هو شنو على شنو يتكلم، على أي فساد يتكلم قبل كل شيء. يتكلم على الفساد، هم طبعا يطالبوا زي ما كانت في بياناتهم بالباب الثاني والباب الثالث، الميزانية التغييرية والميزانية التنمية، وأن هم يبوا يصرفوا على مناطق الشرقية بتاعهم. نذكر السيد جبريل وكل المشاهدين أن مجلس النواب في القرار تقريبا رقم 140 أعطى لحفتر 6 مليار دينار ليبي لهذه السنة، والناطق باسم مجلس النواب تكلم على أن حكومة تم صرف مليارين دولار دينار ليبي لحكومة أسامة حماد. يعني نتكلم الآن على هذه السنة فقط على مبلغ وقدره 8 مليار دينار ليبي. هذه الأموال لا تخضع لأي سلطة رقابية في الدولة، لا ديوان المحاسبة ولا جهاز الرقابة الإدارية ولا مصرف ليبيا المركزي ولا أي جهة في الدولة، وتم صرفها ما فيش حد يعرف كيف صرفت. حجم الميزانية التي صرفتها حكومة الوحدة الوطنية حسب تقرير مصرف ليبيا المركزي للخمسة أشهر الأولى من هذه السنة، نتكلم على الميزانية التسييرية والميزانية وميزانية باب التنمية اللي هي المفروض أن فيها الفساد، لا يتجاوز لا يصل حتى إلى 5 مليار. يعني الآن على شنو يتكلم؟ إذا كانت الحكومة التي تصرف على كل ليبيا صرفت 5 مليار وتخضع لرقابة الأجهزة الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي، ونحن نتكلم في الجهة الثانية على 8 مليار لا أحد يعلم حقيقة أين صرفت، فوين الفساد؟ أين كان الفساد؟ وكيف يكون التوزيع العادل للثروة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني قبل ذلك سيد محمد، ألا ترى أن هؤلاء نواب ممثلين عن الشعب، ألا ترى أن من واجبهم اليوم التشريعي والرقابي أن يقوموا بمثل هذا التصرف في حال رأوا أن الحكومة حادت على المسار المرسوم لها وبالتالي إيقاف تدفقات النفط طالما أنهم لا يسيطرون على المصرف المركزي؟ لا شوف، إيقاف النفط هذا يحطهم تحت طائلة القانون الليبي. القانون الليبي لا يمزح حقيقة، يعني المفروض ما نبيش نخش في تفاصيل قانونية، ولكن هذا الموضوع غير قابل أصلا للنقاش. لا يمكن لأي دولة تتكلم، دولة نفطية، حد يتكلم فيها على إغلاق النفط المصدر الوحيد للرزق في ليبيا. ليبيا دولة ريعية، بل بالعكس هدوم الآن يحتمون بسلطة أمر واقع وأنهم بعيدين عن القضاء، والقضاء الآن شبه معطل، وحنتكلم بعد شوية على مشكلة القضاء، ولكن المطالبة بإغلاق النفط والتهديد بإغلاق النفط هذه جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون الليبي أشد العقوبات، وهذا لا يبرر أنهم يطالبوا بإغلاق النفط. وأنا وضحت كما قلت قبل قليل حكاية الفساد اللي يتكلموا عليها هذه كذبة كبيرة، هم صارفين 8 مليار ما فيش حد يعرف وين الفلوس هذه مشت، وقاعدين يتكلموا أن في فساد. ما زال في نقطة ثانية في المغالطات اللي قالها اللي يتكلم عليه، وهنا نبغى نخش لموضوع قانوني، مش عارف هل نتكلم توا ولا نقول لا سأعود إليك، اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للسيد سعد الدينالي. سيد سعد، يعني كيف ترى
التلويح أو خيار التلويح بإغلاق النفط، يعني هل مبررات مجلس النواب تراها منطقية في أن هناك تنمية تصرف فقط في مناطق معينة وهناك أموال لا تصرف أو على الأقل تحرم منها مناطق أخرى؟ وإن كانت الإجابة بنعم، أليس مجلس النواب هو الذي سحب الثقة من عبد الحميد دبيبة وحكومته ومنعوه أصلا من النزول لبنغازي، وبالتالي كيف له أن يحقق تنمية في مكان لا يسيطر عليه وليس لديه نفوذ فيه من الأساس؟ مساء الخير أستاذ محمد، ومساء الخير على ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين الأفاضل، وكل عام وأنتم خير بمناسبة عيد الأضحى. طبعا أخويا محمد، علينا أن نتفق أولا أن موضوع الموارد المالية في ليبيا وخصوصا الموارد عوائد النفط هو أحد العناصر الأساسية في الأزمة الليبية، فنحن نعي أن هناك مشكلة حقيقية حول موضوع تقاسم الثروات، وهذا أمر لابد من وضع له حد، ولابد من أن تكون هناك قوانين حقيقية واضحة جدا تعطي كل ذي حق حقه، بنظام يؤهل الجميع بأن يكونوا سواسية ويروا بأنهم مواطنين يعني متساويين في عملية الحقوق المالية. طبعا لا أحد ينكر أن هناك طبعا تأخر في جميع أركان ليبيا من حيث التنمية، ولكن أيضا المناطق المنتجة للنفط والمناطق التي يخرج منها النفط تعاني من الكثير من يعني التجاهل وكثير من التهميش، بحيث أنها أصبحت تعاني من مشاكل كبيرة جدا، مشاكل صحية وأيضا حتى على مستوى البنى التحتية، فهناك يعني طرق متهالكة وأيضا شبكات كهرباء منهارة وغيره مما قد يكون يعني داعي حقيقي لأن يصرخ هؤلاء الناس ليطالبوا بتوزيع عادل للثروات. هذا أمر في اعتقادي مفروغ منه وأمر حقيقي، ولكن ما يحدث الآن في نظري هو عبارة عن استغلال أو استخدام لحاجة هؤلاء المواطنين لعملية ابتزاز سياسي بين حكومات متنافسة وبين عناصر سياسية متنافسة تريد كل وحدة منهن أن تخضع الأخرى أو تريد أن تكسب نقاط أو رصيد في 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 جانبها. فبالتالي الآن في اعتقادي الآن أن عملية إقفال البترول على الليبيين وهم يعانون من ضنك العيش في هذه المرحلة في اعتقادي لن يفيد المواطن الليبي البسيط الذي سيتأثر تأثير مباشر من هذا الفعل. نعم هناك يعني خلل في التوزيع، نعم هناك فساد، نعي ذلك في جميع الأطراف سواء شرقا ولا غربا توجد هذه المشاكل، ولكن في اعتقادي ليس الحل الآن هو عملية إغلاق النفط. في اعتقادي الحل هو الجلوس بشكل عقلاني والوصول إلى قوانين تحكم توزيع العائدات النفطية بين جميع الأطراف المتواجدة في ليبيا، أو وضع نظام سياسي أو أي شكل للدولة الليبية بحيث تؤهل كل منطقة من عملية القيام على تنمية خاصة بها وعملية إعمار خاصة بها وأيضا استلام هذه الموارد ووضعها في أماكنها. لا يمكن الآن أن نضع موارد مالية خصوصا موارد من عائدات النفط في غير خاضعة لأي رقابة إدارية وغير خاضعة لأي رقابة مالية. أيضا هناك مشاكل طبعا زي ما قلت حضرتك أن الحكومة الموجودة في طرابلس لا يمكنها أن تنفذ مشاريع أو أن تفتح يعني استثمارات في المناطق التي لا تسيطر عليها، والعكس صحيح. أيضا الحكومة التي يعني انتخبها البرلمان أو كلفها البرلمان هي الأخرى لن تتمكن ولن تستطيع أن يعني تحدث أي تغيير في المناطق خارج سيطرتها. فبالتالي هناك مشكلة كبيرة في الحقيقة، هذه المشكلة يجب عليهم السياسيين الموجودين الآن يجب عليهم أن يجدوا حل حقيقي لهذه المشكلة حتى لا يكون هناك ذرائع يعني ويعني ترفع في وجوه المواطنين، لأن المتأثر الأساسي من في عملية إغلاق البترول سيكون المواطن البسيط الذي سيقف على طوابير المصارف في انتظار السيولة، هو المواطن البسيط. لن يتأثر النواب ولن يتأثر الوزراء، لن يتأثروا بذلك على الإطلاق. طيب. ولكن من سيتأثر هو المواطن البسيط الذي ذاق مرارة ذلك سابقا. فبالتالي اعتقادي أن إذا كان هناك دوافع وطنية حقيقية وحرص على هؤلاء المواطنين حقيقة كما ترفع من شعارات، فالأولى هو إيجاد قوانين
حقيقية رادعة للجميع وترضي الجميع، بحيث أن يكون هناك توزيع عادل لهذه الثروات وهذه الإيرادات، ويكون هناك رقابة على هذه الإيرادات وأين ستصرف. طيب سيد جبريل وحيد، الفساد ضارب بأطنابه في عديد المؤسسات، ليس يعني بعيدا عنها حتى مجلس النواب الذي تمثله وحضرتك عضو داخل فيه، لماذا التركيز على فساد موجود في مؤسسة واحدة بعيدا عن المؤسسات الأخرى؟ ألا ترى أن التلويح بخيار إقفال النفط هو استخدام سيء لعملية ابتزاز سياسي كما يتحدث الآن الضيفين، وأن من سيتأثر بهذا الموضوع هو المواطن لا غير؟ هو والله يا ريت أن نكون موضوعيين وأن نردوا على ما يقال من كلام فقط، يعني ردوا على ما قلته. هل أنا قلت أو لوحت أو تطرقت لي حتى نص جملة تنم عن إغلاق النفط؟ أنا لم أقل ذلك، وإن كنت لا أستبعد ذلك من الليبيين إذا استمر هذا العبث. أنا لم أقل أن الآن مجلس النواب أو الحكومة أو البيانات التي صدر فيها أي شيء ينم عن التلويح بإغلاق النفط. خلينا نبدأ من الأول. مجلس النواب تضمروا من الوضع السائر في جلسات الأخيرة، وتم نقاش هذا الموضوع، وهذا العبث يجب أن يوقف. عندما أدركنا أن هناك أطراف نافذة لا تريد الانتخابات أن تتم، وأدركنا أنه سيستمر الأمر على ما هو عليه بإرادة دولية ومحلية وأمور وأطراف نافذة في الغرب الليبي، إذن البديل هو أن يتم اقتسام إيرادات هذه النفط بين الحكومات الموجودة. نحن لا يمكن أن نستمر تحت رحمة الفساد وحكومة دبيبة الغير شرعية وما تنفقه من أموال دون أن نرى لها أي شيء على أرض الواقع. يعني ما حدث، مجلس النواب اتخذ قرار، الرئاسة مجلس النواب شكلت لجنة بناء على هذا القرار برئاسة السيد بن قدارة لوضع آلية عادلة لتقاسم هذا النفط، هذه إيرادات. سيد جبريل، هل تسمعني بشكل واضح أستاذ جبريل وحيدة؟ طيب سنعاود التواصل معك مرة أخرى أستاذ جبريل وحيدة إلى أن تجهز مرة ثانية معنا. سأتحول بالسؤال لضيفي سيد محمد فؤاد. سيد محمد، يعني هناك مطالب عادلة، أن هناك ثروة غير موزعة بشكل عادل على كل المناطق الليبية، هو مطلب عادل وهو لربما رؤية لا يتفق فيها فقط مجلس النواب أو معسكر الرجم أو أي من الأجسام السياسية المناوئة اليوم لحكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي بعيدا عن خيار التلويح بإقفال النفط أو إيقاف إيراداته، مسألة إعادة توزيع هذه الإيرادات، توزيع التنمية بشكل عادل على كل الأقاليم والمناطق، ألا تراها أنها مطلب حقيقي ينادي به عديد المواطنين اليوم سواء في برقة أو فزان أو حتى في بعض مناطق الغرب الليبي؟ لا، هو شوف، أول حاجة كانت مطلب عادل، المطلب العادل الوحيد في ليبيا أن ليبيا تحتاج إلى تنمية، والتنمية تحتاج إلى دولة حقيقية تستطيع أن تقوم بالتنمية. التنمية في الحقيقة في ليبيا واقفة من سنة 69، والكل يعلم هذا. معظم المخططات التنموية وقفت من بداية السبعينات، ومنذ إعلان قيام سلطة الشعب والبلد تتخبط من مشكل إلى مشكل. فهذا المطلوب، التنمية. المشاكل التنموية في كل ليبيا مش موجودة في منطقة دون منطقة، يعني لو واحد يزور طرابلس، بعض أحياء طرابلس من غير ما نذكر أسمائها، يعني معظم أحياء طرابلس الآن على سبيل المثال اللي يسكن فيها تقريبا نصف سكان ليبيا الآن، معظم هذه الأحياء لا يوجد فيها حتى صرف صحي، كلها أبار سوداء. الطرق، المخطط واقف في طرابلس من سنة 2000، هذه العاصمة الدولة، فمن بالك بالمناطق الثانية. فالمشكل مش مشكلة إعادة توزيع الثروة، المشكل إعادة الدولة الليبية إلى مسارها الصحيح. ومن يعطل بناء الدولة الليبية هم هؤلاء اللي موجودين في السلطة وعلى رأسهم البرلمان. يعني هو الآن السيد عضو البرلمان يتكلم على إعادة توزيع الثروة والعدالة في هذا الموضوع. من يعطل قيام الدولة في ليبيا منذ سنة 2016 إلى الآن هو البرلمان. ولكن خلينا نتكلم قبل أن نخش في النقطة هذه، نتكلم على نقاط مهمة جدا تكلم عليها السيد جبريل، وهو موضوع الإغلاق الإداري لحسابات المؤسسة الوطنية للنفط. نوضح للليبيين شنو هو القانون المالي للدولة. المؤسسة الوطنية للنفط لا تملك أموالا. قانون النفط في ليبيا واضح جدا، وهو أن الأموال اللي تأتي من أو إيرادات بيع النفط
اللي تقوم به المؤسسة تذهب إلى حساب المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وهذه الأموال ما تقعدش أكثر من 48 ساعة وتتحول إلى مصرف، إلى حساب الإيرادات في مصرف ليبيا المركزي. لذلك مؤسسة النفط لا تملك أي أموال، الأموال تمشي للمصرف المركزي. صرف الأموال من المصرف المركزي يخضع لقانون الميزانية العامة، اللي قانون الميزانية العامة زي ما نعرفه كلنا مجلس النواب ما دارش قانون ميزانية وأوقف قانون الميزانية. فأنت ما تقدرش تلوم حد على أنه ما يصرفش في أموال مثلا، لأن الميزانية قانون الميزانية المفروض يطلع من مجلس النواب ما طلعش. الشيء الثاني، يعني مجلس النواب فيه في السلطة الآن من 2014، هل شفنا أي قانون واضح من مجلس النواب يتناول موضوع التوزيع العادل للثروة؟ ماذا يعني هذه وظيفتهم هم، لأن قانون ليبيا أن السلطة التنفيذية تصرف حسب قانون الميزانية اللي يصدر من الجهة التشريعية. الجهة التشريعية ما درتش حتى أي قانون يوضح فيه توزيع العادل للثروة اللي يتكلموا عليه. ثم هناك نقطة أخرى مهمة جدا طبعا، وهي أن حكاية توزيع الأموال بهذه الطريقة ولا مركزية وغيرها، هذا يحتاج إلى أن تكون فيه دولة حقيقية وعندها دستور. اللي عطل الدستور زي ما يعلم الكل هو مجلس النواب اللي هو رافض الدستور. لماذا تلقي باللائمة على كل خلل وكل إشكال في الدولة الليبية وكل فساد حاصل وكل انحراف في مسألة الصرف وما إلى ذلك على مجلس النواب، في حين أن هناك شركاء سياسيين آخرين، هناك حكومات متعاقبة ومتتالية، هناك تقارير لهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة؟ سيد محمد، حتى أنت ربما فهمتني غلط. شوف، مشكلة ليبيا ليست فقط مجلس النواب، مشكلة ليبيا قوانين اللي سنها القذافي في سنة 77 والتي لم تلغى إلى الآن. يعني لما نتكلم الآن نحاول نفصل نوضح للناس، مشكلة ليبيا مشكلة إدارية مالية قانونية بسبب أن القوانين هذه الموجودة اللي تسير في الدولة هي قاعدة قوانين الجماهيرية والتي لم يتم تغييرها. نظام الإدارة كما يعلم الجميع هو قاعد زي ما هو، لكن نحن نتعاطى مع مشكلة اليوم مع أمر واقع بعيدا عن المشاكل التأسيسية للدولة. سيد محمد، والتي لربما اسمح لي حتى أستوضح لك الفكرة، والتي يشارك فيها حتى عديد الأطراف السياسية المتخالف معها حضرتك. لكن يقول لك اليوم هذه الانحرافات في مسألة التأسيس يستفيد منها طرف واحد فقط، هي دولة، هي مؤسسة، هي حكومة موجودة في المركز، وباقي الأطراف غير مستفيدة. شوف، أنا وضحت أن الأموال اللي صرفت مثلا في الستة شهور الأولاد، هذه بالأرقام صار اللي صرفت في المنطقة الشرقية أكثر من اللي صرفتها حكومة الوحدة الوطنية. فحكاية أن الفساد محصور في جهة واحدة فقط هذا كلام غير صحيح. أكثر من هيك، المفاجأة اللي ربما غريبة جدا وأنا نفسي مش لاقي لها تفسير، أن الباب الأول اللي هو باب الرواتب، زي ما يعلم الجميع الرواتب حسب الرقم الوطني، فإن نصيب مدينة طرابلس من الرواتب في الخمس شهور الأولى حسب تقرير مصرف ليبيا المركزي أقل من مدينة بنغازي. وهذا هذه الأرقام، التقرير مصرف ليبيا المركزي موجود. وهنا في سؤال غريب، يعني كيف يمكن أن مدينة طرابلس اللي سكانها تقريبا ضعف سكان بنغازي، كيف الرواتب فيها تصل لحوالي أقل بقليل من مليار دينار ليبي في خمسة شهور الأولاد، بينما مدينة بنغازي الرواتب فيها تصل إلى مليار و300 مليون. فحكاية اللي نتكلموا عليه هنا الفساد، اسمح لي أن أحيل هذه النقطة لضيفي وسأعود لسيد جبريل وحيدة طالما أنه عاد إلي، لكن قبل ذلك حتى أحافظ على الترتيب، سيد سعاد الدينالي، هناك مطالب حقيقية وهناك مظلومية لربما كررها الكثير من أهل برقة وفزان، متمثلة في أن هناك دولة مركز تسيطر على الأموال الليبية، وأن هناك فساد مستشر في هذا المركز ولم يستفد منه إلا من دار في فلك المركز بعيدا عن جهويته ومنطقته، من كان في طرابلس يتحصل على العطاءات ويتحصل على الأموال والرواتب وكل ما من شأنه أن يستغني به، لكن هناك مشاكل بالقرب من رؤوس هؤلاء. سيد سعد الدينالي، هناك فساد مستشري في البلديات في برقة، هناك حكومة كانت للثني وفساد مستشري فيها، هناك حكومة لبشاغة وأيضا لسامة حماد وفساد مستشري فيها، هناك جهات أخرى عسكرية وسياسية وتشريعية ونيابية أفسدت ولربما متهمة بالفساد دون أن يستفيد أهل برقة ولا شوارع برقة ولا مناطق برقة. اسمح لي أن أذكرك بنقطة واحدة فقط، لطالما كان نائب رئيس المجلس الرئاسي أو نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية أو نائب رئيس حكومة بشاغة مثلا من قبيلة واحدة، من منطقة واحدة، من أصل واحد،
هل بني جسر واحد فقط ولا كوبري في منطقة كالأبيار، طالما أن هؤلاء الثلاثة أو الأربعة تناوبوا على نيابة رئاسة الدولة؟ تفضل. مش عارف تسمع فيها سيد نعم محمد. نعم صوت واضح سيد سعد. نعم. نعم. تمام تمام. أنا آخر كلمات عند حضرتك طبعا ما سمعتنش، لكن سمعت يعني الفحم إلى الآن ما نسمعش في حضرتك. شوف أستاذ محمد، هو كون فيه خلل يعني في النظام يعني اللي تدار به البلاد، هذا أمر واضح جدا، يعني أمر واضح حتى فعلا زي ما حكى زميلنا الأستاذ محمد فؤاد إن هناك مشاكل حتى في مدينة طرابلس، وهذا دليل يعني قاطع على أن هناك خلل في النظام الإداري السائد في ليبيا، أن هناك مشكلة حقيقية تعاني منها ليبيا. ربما المطالبة بوضع نظام سياسي يحكم هذه البلاد أو يدير هذه البلاد شكل الدولة كشكل الدولة، هذا أمر يساعد على الحد من الفساد. لا يمكن أن يحارب الفساد بهذا الشكل. طبعا أنا لا أبرئ الفاسدين سواء في برقة ولا في طرابلس ولا في فزان، الأمر متواجد وفعلا معروف، ما فيش حد يقدر يغطي عين الشمس بالغربال، ولكن هذا لا علاقة له بالنظام. إذا كان النظام المركزي هو السائد فبالتالي يكون هناك فساد أكبر، وقضية محاربة الفساد في هذا الشكل للدولة يكون أكثر صعوبة. ولكن لو كان هناك هيكل نظام سياسي أو نظام إداري يعني متين يمكن من وجود عدد من يعني مستويات الرقابة، ربما سنتمكن من محاربة هذا الفساد أو نقلل منه. الفساد طبعا موجود، لا أحد ينكر ذلك، ولكن عملية محاربة الفساد هي التي لم تنطلق بعد، نظرا لعدم تسمعني بشكل واضح فعلا. يعني تسمعني بشكل واضح سيد سعد الجنالي؟ نعم. أنا لربما نعم. آخر كلمات نعم التي لم تستمع إليها، يعني لطالما خلال السنوات الأخيرة نعم. والحكومات المتعاقبة على الدولة الليبية وإن كانت موجودة في المركز، من تناوب على نيابة رئاستها كان النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة، هم أفراد من قبيلة واحدة، وهذا يعني أمر يعني لربما الحوارية اليوم ليست محل نقاشة، لكن هل فادوا أهلهم؟ المسؤولين الذين تناوبوا على السلطة من برقة كانوا كثر، كانوا بالعشرات، وأكثر منهم من فزان، ومنهم من عادل، حتى من تقلد المناصب سواء من طرابلس أو مصراتة. هل خدموا مناطقهم؟ الحكومة الاثنين، حكومة بشاغة، حكومة حماد، مجلس النواب، باقي الجهات الأخرى، هل خدمت برقة؟ هل خدمت بنغازي؟ هل خدمت الكفرة؟ هل خدمت مناطق الوسط، مناطق الهلال النفطي؟ لماذا فقط مسألة المظلومية تكون على طرابلس المركز ومشكلة المركز لا غير؟ لا يا أستاذ محمد، شوف هم طبعا حتى اللي ما يخدمش طبعا في برقة أو في فزان دائما ما يلقي باللوم على شماعة النظام المركزي الموجود الآن، وهذا أمر يعني يتيح لهم فرصة الهروب من بعض المشاكل ومن بعض المسائل التي قد يسائلوا بها. بالنسبة للأشخاص الذين وجدوا في مناصب قيادية، أنا قلت لك يعني الموضوع غير مرتبط بأشخاص، حتى ولو كان وجدت هذه الحكومة ووجدت بهذا الشكل وبهذا الترتيب في مدينة الأبيار أو في مدينة توكرا أو في مدينة بنغازي، فالأمر لن يختلف كثيرا، لأن النظام هو النظام، النظام اللي يحكم هؤلاء الأشخاص هو نظام في اعتقادي نظام يعني لا يمكن من عملية التنمية، ولا يمكن أيضا من عملية المساءلة الحقيقية اللي تحد من عملية الفساد. طبعا زي ما قلت لحضرتك أن هؤلاء لم يحدثوا أي تقدم على مستوى يعني الخدمات للمواطنين، ودائما ما تكون هناك شماعة هي النظام المركزي، ولا يقصد طبعا بالنظام المركزي مدينة طرابلس في حد ذاتها أو أن تمركز النظام في مدينة طرابلس. زي ما قلت لحضرتك لو تمركز هذا النظام في أي ركن من أركان ليبيا أو في أي مدينة أو قرية في ليبيا، فستكون هناك نفس المشكلة، لأن الخلل إذن المشكلة سيد سعد مشكلة النظام. واسمح لي أن أحيل هذه النقطة لضيفي عضو مجلس النواب سيد جبريل وحيد الذي انقطع الاتصال به من عنده وليس منا. سيد جبريل، يعني إذا كانت المشكلة مشكلة نظام وليست مشكلة أفراد وليست مشكلة مركز متحكم وحسب
ولا نستبعد وجود خلل في هذا النظام وفق السادة الضيوف سيد جبريل وحيدة، لكن أنتم في مجلس النواب تجاوزتم تقريبا 10 سنوات، لماذا لم تقوموا بإصلاحات مركزية في هذا النظام؟ يعني لربما اللي رأس الحكومة درسي، واللي رأس مجلس النواب عبيدي، واللي ونواب رؤساء الحكومات قطراني وقطراني وهكذا، هل هؤلاء مثلا فادوا عربهم ولا فادوا مناطقهم؟ وخلينا نحكي بشيء من الوضوح سيد جبريل، طالما أن يعني شعار المظلومية وشعار استحواذ المركز على الثروات هو اللافتة أو هي اللافتة الأبرز التي لطالما قمتم برفعها طوال السنوات الماضية. لا لا لا، باش تكون واضح الأمور واضحة، مجلس النواب لا يحاسب إلا على الحكومة التي اختارها ويراقبها. مجلس النواب الحكومة الوحيدة اللي اختارها حكومة الثني، وطول مدتها طول هذه المدة حكومة الثني صرفت حوالي 40 مليار طول هذه السنوات وباقتراض من المصارف. الآن الحكومة التي لدينا الآن هذه نحاسب على أي تقصير فيها. حكومة بشاغة عندما شعرنا بانحراف بسيط لها وكبير الآن لم يعني ننتظر التحقيق، أوقفنا سيد بشاغة واخترنا غيره، وحتى سيد أسامة لو غدا أو بعد غد يعني نشعر أنه انحرف أو حدث أي فساد في هذه الحكومة لن نرحمها. هذه الحكومات التي نحاسب عليها، أما حكومات الأمر الواقع التي صرفت أكثر من 600 مليار في الغرب الليبي، حكومة السراج التي كم سنة بقت والآن حكومة دبي، هذه الحكومات. أسامة حماد رئيس الحكومة الحالي سيد جبريل هو كان وكيل وزارة في حكومة السراج، فتحي بشاغة الذي كان رئيس قبل حماد كان وزير في حكومة السراج، علي القطران النائب الحالي كان نائب رئيس السراج. إذا كان هناك فساد في تلك الحكومة، لماذا تعودون أو تعود بعملية تدويرها مرة أخرى في حكومة جديدة؟ لا، هو أولا السيد أسامة ولو كان هناك تقصير في الحكومة لا يحاسب عليه هو، إلا إذا كان يعني متهم بأمور تخصه هو، ذكر هناك قضاء وهناك، لكن الحكومة رئيس الحكومة ومن أتى بها هو من مسؤول عن تصرفاتها. حكومة السراج، حكومة السيد دبيبة، نحن لا نعترف بهذه الحكومات ولم نعترف بها. السيد القطراني في حكومة السراج لم يستمر يوم واحد، ترك من البداية ويعني لم يمارس عمله في هذه الحكومة، لكن الآن أنت المجلس النواب يحاسب على الحكومة التي اختارها. نحن الآن يعني لماذا تنظرون لنا أننا نطلب المستحيل؟ نحن الآن كمجلس نواب طلبنا والحكومة وحكومتنا طلبنا أمور بديهية جدا، أنه كنا ننتظر انتخابات ليتغير هذا الوضع، لتكون هناك سلطة جديدة، لكن هذه الانتخابات عرقلت والواضح أن هذه الانتخابات لن تتم. إذن الأمر يجب أن يستمر، لدينا حكومة يجب أن تقتسم هذه الحكومة إيرادات النفط مع الحكومة الأخرى، وكل حكومة مسؤول عنها من أتى بها. نحن عندما تقصر هذه الحكومة، عندما تكون لديها أموال وتنفقها وتقصر، نحن من سنحاسبها، وحكومة دبيبة فلتحاسبها من أتى بها ومن يعترف بها. ونتمنى أن تخلق تنمية، ونتمنى أن تتوفق حتى تتفوق حتى على حكومتنا وتنجز إنجازات، وهذا ما نريده. أما أن يستمر العبث بهذا الشكل، خليني أرد على بعض ما ورد في هذه الحلقة. بالله تو أنت الآن تحاسب في بنغازي تقول يعني ما دليلك على ذلك؟ احنا نتمنى ان ناتوا بمستندات رسميه تبين لنا حجم المرتبات. انا اعطيك مثال واحد، قبل ان تاتي حكومه دبيبه كانت المرتبات في الميزانيه حوالي 24 مليار، الان دبيبه يصرف في حوالي 54 مليار على المرتبات. من لديه قوائم تؤكد لمن هذه المرتبات أو كيف تصرف؟ من يحاسب الخارجية التي تصرف المليارات من العملة الصعبة على معينين محسوبين على أشخاص لا علاقة لنا بهم؟ من يحاسب لكن هؤلاء؟ لكن لماذا تبرئون أنفسكم سيد جبريل، حتى وإن اتفق معك البعض بأن هناك فساد في حكومة عبد الحميد دبيبة، هناك فساد داخل مجلس النواب، هناك مصرف مركزي كنتم تسيطرون عليه برئاسة الحبري، وأقيل الحبري يقال لعدم صرفه لبعض الأموال وعدم مجاراته لعدد من النواب، هناك فساد من أعضاء ونواب لرئيس عقيلة صالح داخل مجلس النواب، لماذا لا تعطون مثال حي للشعب الليبي بأن تحاسبوا هؤلاء قبلاً؟
أنا لا أغطي على الفساد، الفساد موجود في كل مكان، ولكن ما هي ميزانية مجلس النواب وما حجم الفساد فيها؟ نحن نتحدث عن مئات المليارات، نحن نتحدث عن تجاوزات، نحن نتحدث عن أموال تصرف بدون تنمية. طيب يعني كلا بحجمه، وسيأتي يوم لن يفلت من العقاب أحد، ولكن هذا العبث يجب أن يوقف، يجب أن يوقف. الآن طيب. الآن ميزانية مجلس النواب كم هي وكم فيها من فساد؟ ونحن نتحدث 24 ساعة على كل الفساد في كل مكان، ولا نتسامح مع أي فساد، ولكن ليبين لنا من لديه فساد على مجلس النواب ليبينه ويخرجه على الملا وعلى العلن. لكن فساد دبيبة ورد في تقارير الرقابة الإدارية وغيرها. أنتم هل اطلعتوا على تقارير الرقابة الإدارية؟ أشياء كارثية، تدليس ومخالفات للقانون صريحة، توصل إلى العقوبات، أشد العقوبات عندما تدلس وتصدر قرارات باسم مجلس الوزراء ولا توجد هناك محاضر متى لذلك. يؤخذ بتقارير الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، ومتى يترك؟ فتحي بشاغة لديه ملف كامل داخل ديوان المحاسبة، إبان مكان وزير داخلية، وبعد ذلك عينتموه رئيس لهذه الحكومة سيد جبريل. لكن اسمح لي أن أنتقل لضيف السيد. لا أنا أعطيني جزئية واحدة فقط، بس جزئية واحدة في عجالة. تفضل. نحن نتمنى من النائب العام أن يخرج كل ملفات الفساد صغيرة كانت طيب. أو كبيرة طيب. والموجودة عند بشاغة، عند عقيلة، عند غيرة، عند اسمها هذا دبيبة، عند السراج، عند غيرة، فلتخرج هذه الملفات كلها وليعلن عنها وليعلن عن حجم الانفاق طيب. لكن ما حجم هذا الفساد يكيد كل من يريد أن يعمل شيء. اسمح لي أن أنتقل لضيف السيد محمد فؤاد. يريد فقط إيقاف هذا الفساد وتوجيه هذه الأموال في تنمية نستطيع أن نحاسب عنها على الأقل جزء منها. طيب سيد محمد فؤاد، يعني الفساد يظل فساد مهما بلغ حجمه. تقرير ديوان المحاسبة، تقرير الرقابة الإدارية هي التي يتحجج بها الآن مجلس النواب ويتحدث عن وجود كم كبير من الفساد داخل أروقة حكومة الوحدة الوطنية. هذه الحكومة يقولون بأننا لا نسيطر عليها، سحبنا الثقة منها، وبالتالي لم يبقى أمامنا إلا مسألة الحجز الإداري على هذه الأموال حتى لا تهدر ثروة الأجيال القادمة. لماذا تنتقدون هذه الخطوة طالما أن هناك يعني ركائز أو ذرائع لدى المجلس بوجود فساد حقيقي لدى الحكومة؟ شوف يا محمد، هو فيه نقطة ممكن ما فهمهاش الأستاذ جبريل. احنا تكلمنا عن التشريعات الدولة الليبية اللي إنها لابد من إصلاح الوضع القانوني والإداري للدولة الليبية، مش مجرد مراقبة حكومة، لأن قوانين الدولة الليبية الحالية لا يمكن أن تقوم عليها دولة. وأنا أعتقد أن هناك قصة مشهورة وهي حقيقية، أن بعض الخبراء الاقتصاديين اللي جوا لليبيا في 2007 و2008 درسوا النظام الليبي، وفي الأخير نهاية التقرير بتاعهم أن هذا النظام مصمم لكي لا يعمل. نعم. احنا قاعدين نخدموا به الآن من سنة 2011 إلى اليوم، فاحنا نتكلموا عليه تغيير هذا النظام وتعديله. هذا يحتاج إلى قوانين، يحتاج أولا إلى دستور، مجلس النواب معطل الدستور، يحتاج إلى تغيير قوانين الدولة الليبية. المفروض هذه وظيفة السلطة التشريعية، السلطة التشريعية بعيدة تماما عن هذا الأمر. هذه من ناحية. من ناحية أخرى احنا نتكلموا في نقطة معينة، يتكلم عن الفساد حكومة اثني، وهذه تقارير دولية صارفة 80 مليار دينار ليبي، علما بأن معظم مصاريف حكومة اثني يجوا من حكومة السراج. يعني احنا نتكلموا على السنوات اللي فاضية الماضية 80 المليار، هما ما شفناش فيهم حتى طريق في بنغازي، ونشوف 80 مليار. لما نتكلموا على الفساد، احنا عارفين الفساد منتشر في كل ليبيا، هذا لا يناقش فيه احد ولا يجادل فيه احد. احنا نتكلموا عن نقولوا ان اصلاح الفساد يحتاج الى دولة، ولكن المتاجرة بقضية الفساد هذا مش مزبوط. نعطي مثال بسيط على قضية الفساد والمتاجرة به وحكاية المركزية. وزراء الصحة من 2016 تقريبا أو 2017 في ليبيا معظمهم من الجنوب، قاعدين أطفال الجنوب إلى اليوم يموتوا بسم العقارب، ما فيش أمصال لسم العقارب، علما بأن وزير الصحة هو من الجنوب. نفس المشكل. المشكلة ليست في الأشخاص سيد محمد، هو سيد سعد دينالي أجابك على هذه النقطة، قال لك حتى ولو كان رئيس الحكومة من برقة ونائبة من فزان ونائبة الثاني من برقة، يعني هناك مشكلة سلطة متمركزة في منطقة واحدة، ومشكلة مركز لابد أن نتخلص منها حتى تدار الدولة بشكل نعم بشكلها الحقيقي والسليم. شوف لو نحن بنتكلموا على مشكلة المركز والكذا، أنا من طرابلس يا محمد، وأنا أصولي من طرابلس. في الحقيقة من أكثر الناس اللي تعاني
هذه المركزية المقيتة اللي ما فيش حد يبيها هم سكان مدينة طرابلس. تعال نمشي لطرابلس الآن، مدينة مصممة لأن يكون عدد سكانها 250 ألف فيها 3 مليون، و3 مليون هم مش كلهم من طرابلس، معظمهم من برقة ومن فزان ومن غيرها، كل سكان ليبيا يسكنوا في طرابلس. بسبب أحد أسباب هذه المشكلة هي المركزية، أسعار العقارات في طرابلس لا تطاق، التحرك بالسيارة في طرابلس أصبح مشكل كبير. شو السبب هذا؟ مش المركزية يعني احنا نعانوا من هذه المركزية قبل ما يعانوا منها هم. التهميش اللي يتكلم عليه معظم الوزراء في الإحصائية اللي اندارت، معظم وزراء الدولة الليبية من أيام الملك إلى اليوم هم من منطقة برقة. الفكرة مش قاعد نقول إن حكاية المظلومية وإن احنا والله مظلومين ومهمشين، هذه كذبة. أسامة حماد رئيس الوزراء اللي عينوه الآن راهو كان ما كانش مجرد وكيل وزارة، كان وزير المالية في حكومة السراج، وهو أسامة حماد عليه شبهات كبيرة جدا، وفي تقارير حتى تقارير الأمم المتحدة تتكلم عليه فساد. طيب. وعلى رغم ذلك عينوه رئيس وزراء. حجة الفساد هذه حجة، رغم أني يعني نأيدهم في شيء واحد فقط، على الحكومة الحالية الموجودة الآن في طرابلس أيضا أن تغلق هذا الباب. يعني موضوع الفساد وموضوع الشبهات اللي يمسها المفروض على الحكومة أيضا أنها تقف تضرب بيد من حديد الفاسدين. على سبيل المثال الآن نعطي مثال بسيط، هذا الحكومة الحالية حكاية تفويضات الطلبة هذه اللي قرارات إفادة الطلبة اللي في تركيا اللي العدد حوالي 3000 شخص كلها بمخالفات قانونية بدون قرار إفاد قام به وزير التعليم ومعه مجموعة أخرى من وزارة التعليم على ما يبدو، بعض مراقبين في الخارج، مراقبين التعليم في الخارج. المفروض أن الحكومة الحالية صايرة عليه ضجة كبيرة في الرأي العام، أين موقف الحكومة؟ حتى احنا نسأله أين موقف الحكومة من وزير التعليم؟ لماذا لم يقال هذا الوزير إلى اليوم، علما بأن في أحداث أخرى مست الحكومة؟ على سبيل المثال الأحداث الأمنية في طرابلس لما كان فيه، لما صارت الأحداث السابقة تمت إقالة وزير الداخلية، وزير الصحة الآن مش موجود، لماذا لم يقال وزير التعليم؟ هذا اللي نطالبوا به، مش لأن احنا نتحجوا بالفساد باش نحصلوا مكاسب سياسية، ولكن على الحكومة وعلى الجهاز الترقبية لما فيه وزير معين على سبيل المثال مسه موضوع فساد كبير جدا أصبح شاغل الرأي العام، الحكومة الآن لم تقوم بها بأي شيء، وهذا يعطي فرصة الحقيقة لخصوم الحكومة السياسيين استغلال هذا الوضع للمطالبة بحقوق مش ليهم. المفروض الحكومة تقوم بواجبها، ولكن هذا لا يعني ان احنا نعفو مجلس النواب من اللي قاعد يدير فيه، لان مجلس النواب ومعه مجلس الدوله باش نكونوا واضحين اهم جهتين في ليبيا يعرقلوا قيام الدوله، لانهم يبغوا يقعدوا في مناصبهم، عطلوا قيام الانتخابات، عطلوا قيام الدستور، لم يسنوا اي قوانين لاصلاح قوانين الدوله، وهذا يشمل مجلس الدوله اللي كان المؤتمر الوطني العام طالبناه كثيرا في 2011 و2013 و2014 بتغيير بعض القوانين، رفضوا تغيير معظم القوانين، رفضوها، قال لك لا والله ما نبوش نديروا مشاكل سياسيه وما نبوش نشغلوا باشياء بالصراعات السياسيه بدل ما يصلحوا الدوله الليبيه. سيد سعد الدينالي، يعني اذا كان النفط لا يستفيد منه لا ابناء برقه ولا ابناء فزان ولا حتى ابناء طرابلس، وطالما ان هناك مشكله يعني متجذره في تأسيس هذه الدولة بحيث أن من يصل للحكم لا يلتفت لباقي الأطراف لا سيما المدن والقرى المهمشة منها، وهذا الأمر موجود تقريبا في كل منطقة ليبية، لماذا اليوم لا ترفع على الأقل أصابع الاتهام بشكل واضح لكل شخص سواء كان من برقة من فزان من طرابلس تقلد منصب ما وساهم في تحقيق هذا الفساد، بعيدا عن أن يخلق نوع من التنمية في المناطق التي جاء منها أو انتخب منها؟ طيب، لكن اسمح لي سيد سعد قبل ذلك، معنا الآن رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب السيد عيسى العريبي على الهواء، سعود إليك بعد الإذن منك سيد سعد الدينالي. أهلا وسهلا بك أستاذ عيسى. تفضل. مرحبا بك أستاذ، شخبارك أستاذ؟ كل عام وأنت بخير، شكرا لك. ابتداء يعني خيار التلويح بإقفال النفط، هل هو خيار ليبي خالص أم أنه جاء لربما إشارة دولية أو إقليمية خارجية؟ أولا هنيكم بالعيد وضيوفك الكرام والشعب الليبي. طبعا بالنسبة لموضوع التوزيع الثروة
هذا يعني شيء معروف. يعني نحن شكلنا لجنة، مجلس النواب شكل لجنة للتواصل مع الأطراف، سواء مصرف ليبيا المركزي أو دول المحاسبة برئاسة السيد فرحات بالإدارة، من أجل إيجاد آلية لتوزيع الثروة. أنت عارف أن في حكومتين، حكومة الدكتور أسامة حماد اللي مبثقة بالضمان، هذه طبعا سيطر على ما يقارب عن 75% من الأرض، فزان وبرقة بالكامل، وكذلك بعض مناطق طرابلس تفاحة، يعني طرابلس كأقليم. هذه الحكومة تحتاج إلى باب ثالث اللي هو التنمية. الشيء الآخر، يعني الناس سمعت مغالطات السيد اللي من إيطاليا، قال حكومة الثنين ما درتش حتى شارع. لا، العكس، نحن درنا أطول شارع ممكن في ليبيا كلها، اللي هو من جزيرة الطيارة، أنت ولد بنغازي تعرفها، لك زمان ما جيتش يا حميدة، من جزيرة الطيارة لعند جامعة قريونس، هذا الشارع دار عبد الله الثني، شارع مزدوج قريب 20 كيلو ولا 15 كيلو، كان يعني غاضي كياي. نحن لما جت حكومة عبد الله الثني، المراكز كل كان متفجرة، المحاكم، دار السيد عبد الله الثني مشكور، قدم يعني خدمة كبيرة في برقة، يعني خدمة واضحة للعيال. الشيء الثاني اللي توه يتكلم ويقول لك بنغازي، لا، أنت مثلا من سكان بنغازي تشوف، يعني عندك 6 كباري توه قاعدين يبنوا فيه وماشيين فيه ممكن 40% ولا 50%، عندك الجامعة أعمار بالكامل، عندك المدينة الرياضية بالكامل، في شهر رمضان القادم شهر التجاز، المطار الصالة شركة داو قريب تسلمة، كذلك الطرق، يعني بنغازي قريب سوى كلها عبد الطرق والإنارة، يعني مش عارف ما يشوفوش الناس اللي تحكي تطلع في التلفزيون تقول في مغالطات. حاجة أخرى، السيد علي القطاني خدم مدينة لبيار ودار فيها طريق ومعروفة، قاعدين قريب تنتهي ودار قطرة شوارع قاعدة في لبيار وخدم. وبعدين لما جاء زمان السيد علي القطاني، جينا فترة صراع، كان في صراع بين الشرق وبين الغرب، وكان في حرب، ما كانش فيه استقرار. الآن كيف استقرينا، والآن بدأت طيب اللمسات يطلع. بالعودة للسؤال سيد عيسى، اسمح لي، بدأنا يطلع وضحات العيال. أعطيتك الوقت على الأقل، يعرفوا الشياطة اللي نعم. بغازي يعرف الشياطة، لترد على الضيوف وعلى ما وصفته بالمغالطات. جامعة. طيب، لكن اسمح لي سيد عيسى، هل قرار باعتبارك رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، هل قرار إقفال النفط ومن ثم إعادة فتحها سواء في المرات السابقة أو المرات القادمة التي لا يتمنى أي ليبي أن تكون، طالما أن هذا هو العصب الوحيد والأساسي للاقتصاد الليبي، هل هو قرار ليبي خالص أم أنه قرار يأتي بإذان من جهات إقليمية ودولية خارجية؟ بالنسبة لنا نحن يا أستاذ محمد بصدق، يعني ما بيش نحلف لك، لا بصدق، هذا دابع منا نحن. نحن نتكلم على الباب الثالث، نحن الباب الأول والباب الثاني هذا معروف الليبيين كلنا، سواء مرتبات ولا محروقات، نحكوا على الباب الثالث. انت مثلا برقه مثلا حصتها مثلا 40%، يعني لنا ممكن 9 مليار او 10 مليار، فهمت؟ هذه تنعطى لحكومه سيد اسامه حماد وتنعطى الاستقرار. نحن طبعا مجلس النواب شكل لجنه اسمها لجنه الاستقرار، الان تعمل اللجنه هذه، وشغلها باين للعيان، ما يقدرش حد يدسها. انتوا يا ريت الكاميرا بتاعكم تجي غادي وتصوروا بنغازي وتشوفوها، يعني الاعمار الرافعات كل الرده للشغل، يعني اي واحد مستكن بغازي يشوف يعرف. فالمغالطات انت عاد انه مثلا انك انت تسب في النواب ونواب برقه هذا غلط، مغالطات، كون ان الان في خدمه، في خدمه. نحن نتكلموا على الباب الثالث. نحن يحكي السيد اللي من ايطاليا يقول لك المجلس النواب ما دارش قوانين، لا، نحن درنا حتى قوانين انتخابات درناها، لكن واقعنا يا استاذ محمد نحن الانتخابات ما زالت، وبينك انت ما تقدرش حتى رئيس دولة يجي مثلا من مصراته يجي البنغازي ولا من بنغازي يمشي لمصراته، كيف تقبل النتائج بعدين؟ خلينا واقعيين، نحن نحكوا الان، نحكوا على الاعمار واستقرار. نحن راهو لما جينا المجلس النواب كان قد 14 حرب، حرب الكرامه، حرب الشروق، 14 حرب، ما يعني ما جيناش لقينا الامور كويسه، جينا في طبرق اول ما بدينا. الان الحمد لله في استقرار. طيب. الان نحن مرسوا عملنا في بنغازي، في امن وامان، في اعمار، في خدمه، ولكن هذه الحكومه تحتاج لاموال لتصرف عليه المناطق. احنا عندنا مشاريع الان الى اين في طبر، الى اين تريد الوصول سيد عيسى، طالما ان هذا الاجراء سيكون احادي؟ اسمح لي سيد عيسى، نعم سيد عيسى اسمح لي، يعني ما تفضلت به يحتاج إلى إطار قانوني دستوري، يحتاج لعملية تنظيم شاملة بالدولة الليبية. مسألة التلويح بإغلاق النفط أو الحجز على إيراداته من طرف واحد هو أمر في غاية الخطورة.
ما الذي تودون الوصول إليه أنتم في مجلس النواب بهذه الخطوة؟ نحن يا سيد محمد شكلنا لجنة برئاسة السيد فرحات بنجدارة، لكن اللجنة هذه لم تتفاعل مع الأطراف الأخرى. لو تفاعلت معها وصارت برنامج بتاع انت معليش سامحني شويه تو انا مثلا من يا سيدي بركه ولا فزان يقدروا يعدوا دبي ياخذوا منا حاجه، ما يقدروش دبي باخرتها يكلم مثلا عميد بلديه اي منطقه بنغازي وكيف نظام شحته كانه ايش حتيرد بنغازي فندق يعطيك كات فهمت ويمد له مليون ونص. نائب دبي من برده تراي سيد عيسى ونائبه الثاني ابو جناح من الجنوب وهو وزير الصحه ايضا. كل احترام الحاج حسين عطيه، كل احترام الحاج حسين عطيه، انا نحكي لك ان الواقع اللي هو النظام المركزي اللي متجذر. نحن النظام هذا يعني حتى الثوره يا استاذ محمد بنغازي نحن راه الثوره ما درناش من كرم في القذافي لما طلعنا يوم 15 يوم 16 يوم 17 درناها لان نحن نشعر كنا نشعر بالظلم. الان صح نوعا ما الان يعني بدينا نفكوا في حقوقنا، فكوا فيه انتبهنا على الاقل عندنا راي سياسي. قال ما عندناش احنا راي، حتى الله يقول لك مسؤولين من بنغازي والله ايام معمر شنو مسؤول قاعد غادي ما يجيش الهلله في العيد. طيب ريتشارد نورلاند الذي يعني اخرجتم بيان في حقه تنددون بتصريحاته، هل تدرك سيد عيسى ان الولايات المتحده اليوم لن تتسامح مع اي توجه او سياسه تربك استراتيجيتها في مواجهه الروس في عديد المناطق ومنها ليبيا باعتبار فاغنر تسيطر على عديد الحقول اليوم في ليبيا؟ هل هذه الخطوه التي تنوون القيام بها جاءت بتنسيق مع جهات اخرى اقليميه او خارجيه ام انها خطوه فقط محليه وجاءت باراده وطنيه خالصه تدركون تبعياتها وانعكاسها عليكم السياسي؟ اول شيء استاذ محمد باش نطمنك بالنسبه لمصر ضد اطفال النفط باش تجد واضحه معك ضدها، يعني قصدي تو كنت على مصر ضدها. نحن نحكوا يا استاذ محمد التوزيع العادل. بعدين نحن الامريكان معلش الامريكان ما سيبوا الافغانستانيين مساكين يشنقوا في عجل الطيارات عمره من هذا واحد امريكا عمره من هذا واحد اوكرانيا تشوف فيها حدك يضربوا فيها الروس 24 ساعه. قصدي سفير امريكي تحكم بالقرار في ليبيا، سفير قصدي هو موظف يعني سفير راهو ماهوش رئيس دوله يعني مثلا دواء بايدن دواء رئيس دوله اوكي. سبق وان قام ريتشارد نورلاند بجهود عديده لاعاده فتح النفط عندما كان مقفل في واحده من السنوات، هو سفير لكن سفير لدوله عظمى وانت تدرك ذلك سيد عيسى العريبي. هو يا سيد نحن القفل هذا من زمان قفل هذا الامريكان ديما مش راضيين عليه ونقفله نحن كل ما نقفله ناخذ بحقنا للامانه، كل ما نقفله ناخذ بحقنا يجينا حقنا نحن نبو حقنا. حتى احنا وجعتنا قفله النفط وجعتنا ما نبوش حالغايه ما نبوش نقفله لا النفط لا نقفله الغاز. اذا انت تفند انكم تستخدمون هذه الورقه بغيه الابتزاز السياسي بغيه لي مثلا ذراع عبد الحميد دبيبه وانهاء حكومته، فقط مطالبكم محددة في توزيع عادل للثروة وأن يتحصل أهل المناطق سواء برقة أو فزان على كامل حقوقهم. يا سيد محمد أنت راجل عقلاني وتشوف المشهد قدامك، هل تلوح في الأفق في انتخابات؟ هل تلوح في الأفق في حكومة موحدة؟ هذه مش سير من الانتخابات لحكومة موحدة الان موجود. لكن هذه يسال عليها مجلس النواب والدوله ولا يسال عليها عبد الحميد الدبيب. لا هذا واقع، هذا واقع في اطراف. انت مجلس النواب يمثل في اطراف خارج مجلس النواب، ومجلس الدوله يمثل في اطراف خارج مجلس الدوله، احنا نمثل في اطراف برا ممثلين لاطراف سياسيه وقبليه وعسكريه وهم في وحدين ممثلين للميليشيات، هذول الاطراف اللي جوا هذول راهم يعكسوا على اللي برا. انا يا سيد بنقول لك شيء، نحن تو اذا كان يعني خلال سنه او سنتين نرى في الموضوع نتاع الانتخابات هذا السير منه واقع هذا انا راه ما نذوقش في الكلام نحكي لك بواقع. لذلك احنا عندنا حكومه، الحكومه هذه تحتاج اموال في الباب الثالث، نحكي على الباب الثالث نحن مش الباب الاول والباب الثاني هذا معروف محروقات ومرتبات هذا معروف اللي بينكل، نحكي عليه الباب الثالث اللي هو التنميه. التنميه انا ما يركبش عميد بلديه في طياره ويبات غادي في فندق وتعطيه كاط يا دبيبه وتعطيه تليفون وتعطيه مشروع بمليون ولا بمليون ومثيل، لا نعطيني فلوس صبه واحده للدكتور اسامه حماد، رجل نثق فيه، رجل نظيف، رجل يخدم، كذلك لجنه الاستقرار برئاسه السيد حاتم وبعد عملها
وتشتغل في بنغازي وما ينكرش الا جا احد الكلام هذا. لو انكر واحد من بنغازي جا احد يقعد خدمه بنغازي هي واضحه، واضحه طيب. العيال الجامعه هي واضحه، الكباري واضحات، المدينه الرياضيه واضحه، المطار واضح، الطرق شبع عبد كلن، الانارات، الشغل اللي موجود في بنغازي يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. كذلك حتى طبرق فيها شغل كبير، الجابيه فيها شغل كبير، الكفره ان شاء الله فيها شغل كبير، نظرا لضيق الوقت جيد البيضاء وجيد للمرسى في خدمه. حتى انتقل لزميلك سيد جبريل وايضا سيد سعاد الدينالي، اشكرك شكرا جزيلا. رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي كنت معنا ضيفا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أتحول إليك مرة أخرى سيد سعاد الدينالي بذات السؤال، يعني هل قرار إقفال النفط إذا ما تم أو الحجز على الإيرادات هو سيكون بإرادة ليبية خالصة، إرادة محلية وحسب؟ سيد سعاد تسمعني بشكل واضح؟ طبعا مش عارف تسمع فيه يا استاذ محمد. نعم صوتك واضح تفضل. اخر كلمات برضو ما سمعتنش. شكرا. طبعا استاذ محمد احنا نعرف ان ليبيا منذ فتره وهي متحكمه فيها اطراف خارجيه وتتنازعها اطراف خارجيه سواء اقليميه او دوليه، يعني لا يمكن ان يقال ان القرار الليبي الان وخاصه القرار الخطير اللي يمس مصالح الدول الكبرى والدول الاقليميه ان قرار وطني صرف، هذا امر لا يمكن ان يصدق حتى طفل يلعب في الشارع، يعني امر يعني لا يمكن ان نستوعبه. لكن انا اللي بنقوله لحضرتك وللمشاهدين الكرام ان من هم الان على المشهد السياسي الليبي بجميع أطرافهم سواء كانوا التشريعيين أو التنفيذيين هم أصبحوا أناس متخصصون ومتفننون جدا في عملية صناعة الأزمات، فكلما يلوح في الأفق أمل الليبيين أن هذه الأزمة لعلها قد تنفرج يخرجون أزمة جديدة وصناعة جديدة للأزمة وإطالة مدة بقائهم في السلطة. فرضنا جدلا ان تمكنا من ايجاد او صرف اموال للحكومه الموجوده الان، حكومه البرلمان، حكومه الدكتور اسامه حماد، وتمكنا ايضا من ايجاد الباب الثالث اللي تكلم عليه الاستاذ عيسى، وايضا وجدت اموال عند حكومه السيد عبد الحميد دبيبه. يعني هل هذا الامر منطقي، وهل يمكن ان تعمل الدوله الان بحكومتين دون اي نظام يحكم هذين الحكومتين ويقول لك نحن غير معترفين بحكومة عبد الحميد دبيبة؟ حكومة عبد الحميد دبيبة عندها فلوس وتصرف في فلوس الليبيين، من بيراقبها ومن بيحسبها؟ أنت كمسؤول يجب أنك توصل لحل سياسي حقيقي يوضع نظام الحكومات الموجودة. أنا على الصعيد الشخصي لا أرفض أن تكون هناك حكومة لكل إقليم، ولكن بشكل منظم بشكل مؤطر حتى نستطيع محاسبة هؤلاء الناس على الأموال التي ستصرف. مش معقول أن نقول أنا أعطيني حقي فقط في برقة والباقي نار تحرق، يعني ما يصيرش منها القصة هذه. ضروري يكون في نظام، يكون في إطار قانوني واضح لكل الليبيين، يعني نعرفوا نحن فلوسنا وين عدى. أنا نعرف عبد الحميد بيبة وين يصرف حتى لو كان في نظام فيدرالي، أنا من حقي اللي نعرف حتى رئيس وزراء مثلا طرابلس كيف يصرف على الناس إذا كان أنا مواطن ليبي ما زالت تجمعني بهم ليبيا. يعني إذا كان في فساد يحق لي أنا أن نطالب بردعة أو بمقاومته في طرابلس ولا في فزان ولا في غيره. مش معقولة أن نحكم بطريقة ما فيهاش اي منطق، يعني عطونا بس الباب الثالث باقي والباقي كيف يصير فيه؟ مو نحن نحتاج الى نظام اداري حقيقي متكامل. طيب. يجلسوا انتم وجدوا لنا حل، علاش يعني تقولوا نحن ساسه ونحن قادرين ونحن نخوضوا بالسياسه، انتم فشلتوا حتى تواجدوا حل بينكم ببعضكم، تقمعزوا في اي تركينه في ليبيا تقمعزوا فيها وتديروا فيها حل ما قدرتوش، خش بينكم العالم وخشت بينكم الدنيا فضحتوا بينا قدام العالم، مش قادرين تجمعوا مع بعضكم وديروا حل سياسي للمواطنين اللي عابين عليكم. طيب. فتجي تو تقول لي لا انت غير دير حل الليبيين قبل وبعدين تعال احكي ونظم. طيب سيد مش منطقي الكلام اللي يصير. نعم. مش منطقي للاسف. قلت لك الناس هؤلاء وصلوا لمرحله التفنن في صناعه الازمات فقط. هذوما يبوا يقعدوا على صدور الليبيين الى الابد لو يحصلوا. هذا الامر امر لا يمكن ان الشعب الليبي حيسكت عليه طول العمر. اسمح لي انتقل للسيد جبريل. نحن في بنغازي انا واحد من الناس اؤيد العمليه اللي حاصله في بنغازي من عمليه اعمار وعمليه انماء حاصله، والعجله بدات تتحرك في بنغازي بشكل ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ولكن الطريقه اللي تدار بها الدوله طريقه خاطئه. اللوم على عواتق هؤلاء الموجودين على سده الحكم الان،
يجب عليهم هم أنهم يجلسوا ويطلعوا بحلول وطنية حقيقية. التاريخ سيذكرهم، سيذكر طيب. هذه المرحلة شن درتوا في هذه المرحلة. اسمح لي سيد سعد أن أنتقل للسيد جبريل وحيدة. سيد جبريل نعم أشكرك. سيد جبريل، عودة استخدام النفط كورق الضغط عند كل مرحلة انسداد سياسي، يعني هل يدرك مجلس النواب خطورتها وتداعياتها، لسيما الموقف الدولي اليوم ومواقف أطراف دولية وأقليمية أخرى نافذة اليوم في الأزمة الليبية؟ تدرك أنت تماما أنها في صراع مع الروس، تتخوف من استحواذ فاغنر، تتخوف من أن الصراع يأخذ شكل أو منحى آخر في الداخل الليبي، ونعود لسنة 2014 و2015، وبالتالي ألا تدركون حساسية هذه الخطوة وانعكاساتها على الأزمة الليبية اليوم؟ يعني سياسة رومي ولا نكسر قرنك، يا أما يستمر الوضع على ما هو عليه وتتحكم في ليبيا سلطة تنفيذية لا شرعية لها داخلية، وتعمل بسياسة فرض سياسة الأمر الواقع وتصرف أموال ليبيا ولا نرى تنمية في أي مكان، حتى في طرابلس نحن نعرف أنه لا توجد هناك تنمية، وتصرف مئات المليارات يعني بشكل غير يعني بشكل فظيع جدا، ويستمر الوضع بهذا الشكل أو أن نلوح بعصات الحرب كما الآن الشيعة ربما حتى هناك طائرات مسيرة تحاول أن تقصف مناطق في الشرق، أو حتى محاولات لاحتلال مناطق في وسط ليبيا نفطية وغيرها وإشعال الحرب، إما أن ترضوا بهذا الذل وإما أن نقتلكم. لا، الليبيين برقة حاربت 20 سنة في الطليان ومسلمة تشو وحرب كانت معروفة، لكن الكرامة فوق كل شيء. نحن لم نطلب مستحيل، نحن أملنا وتأملنا في الانتخابات وعملنا كل ما بوسعنا من الانتخابات، سواء في الانتخابات السابقة والآن، ومعروف من أفشلها، معروف من أفشلها، والآن لا نكذب على الليبيين، الآن لا توجد انتخابات، المجتمع الدولي أمريكا بريطانيا تركيا غيرها لا يريدون انتخابات، يريدون الوضع أن يستمر بهذا الشكل. هل في ظل هذا الوضع نسمح باستمراره؟ نحن لم نطلب مستحيل، قلنا هذا النفط لكل الليبيين، لدينا الآن حكومة نعترف بها تمثل الجنوب والغرب والوسط والكل راضي بها، الليبيين راضين بها، رأيتم البيانات هناك في الجنوب قالوا لأول مرة نرى تنمية في ليبيا بأموال بسيطة جدا، رأينا التنمية في الشرق. هذه الأمور نريد أن تحل أزمة ليبيا، تقسم هذه الأموال نسبة وتناسب حتى وإن وفق قانون النفق لسنة 58 وهو واضح تقسيم الأموال، ودعوا حكومة دبي بتأخذ نصيبها ولتسرقه أو تصرفه أو يحاسبها محمد فؤاد أو لا يحاسبها أو يتركوها أو، لكن الأمر استمرار الأمر بهذا الشكل غير مجدي. دعني أرد على ضيفك من بنغازي يا في أخي. عجالة وصلنا لختام الحلقة رجاء سيد جبريل. يا أخي ما الذي نستطيع أن نفعله في المناطق التي نسيطر عليها؟ لكن في الشرق ألم ترى هذه الإنجازات؟ أين كنا وأين أصبحنا؟ نحن نتحدث عن تيار سياسي يمثلنا نحن كمجلس نواب، أغلب مجلس النواب ومعنا قواتنا المسلحة وتيارنا السياسي، ألا ترون هذه النعمة التي أنتم فيها؟ أين كنتم في 2014 و15 و13 و12؟ تحررت برقة وهذه المناطق الجنوب والوسط، تحررت من الميليشيات طيب. ومن المهدلجين ومن العصابات، والآن الأمن والآن طيب. هناك تنمية وهناك استقرار وهناك يعني هذا لا تراه أنه إنجاز؟ حتى إبان القذافي كان هناك أمن وأمان سيد جبريل، لماذا 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 كانت الثورة أصلا؟ الدمار اللي في ليبيا، الدمار الآن في ليبيا على الأقل نحن نجينا منه أمنيا طيب. نحن مستقرين، يعني الأمان مقابل الحرية لربما هو أمر آخر يثيره البعض يا سيد جبريل، أو الأمان مقابل أن تستحوذ عائلة واحدة على الحكم وعلى الثروة، وهذا موضوع آخر لربما لا يتسع الآن الوقت للبت فيه ونقاشه، لكن اسمح لي أن أتحول لسيد محمد فؤاد لأن حتى نعطيه على الأقل وقت بعض الشيء، واسمحوا لي لأن الوقت مددناها أكثر من الوقت المحدد لحوارية الليلة. سيد محمد فؤاد، هناك مطالب عادلة حتى وإن غلفت بشيء من الابتزاز السياسي أو بشيء من المصلحة الشخصية، النفط لكل الليبيين كما يتحدث سيد جبريل وحيدة، لماذا لا تستفيد منه كل منطقة من مناطق ليبيا ولتكن هناك 3 حكومات بدل حتى حكومتين وفي كل إقليم حكومة لنحل هذه الإشكالية من أساسها؟ لا
محمد الكلام اللي قاعد نسمعه فيه خطير جدا. راهو الكلام اللي قاله السيد عيسى عريبي اللي يقول فيه حتى السيد جبريل الان هم كانهم يبغوا يقسموا ليبيا. يعني الكلام واضح انه خلاص احنا ما فيش انتخابات، وكلام اللي بالذات عيسى عريبي كان واضح جدا، ما فيش انتخابات، مش حندير انتخابات، والكل يعلم ان مجلس النواب هو السبب الرئيسي لايقاف هذه الانتخابات، لن نسمح بانتخابات، والامر الواقع انه يقعد الحال على ما هو عليه، اعطونا الفلوس واحنا بنديروا حكومه بروحنا، يعني عباره عن دعوه مبطنه للتقسيم. هذا الكلام اللي قاله. الجميل في الامر اللي قاله عيسى عريبي واللي قاله الاستاذ جبريل ايضا، يتكلموا قالوا والله الان فيه اعمار كبير جدا في بنغازي، باهي منين جت الفلوس؟ معناها انتم مش مهمشين او عندكم فلوس تصرف. والكلام اللي قاله الثاني وهو مضحك حقيقه، ان 80 مليار اللي اخذها اثنين داروا بها اطول طريق في ليبيا، 80 مليار داروا طريق 20 كيلو، ممتاز جدا والله، بدون اي رقابه اداريه وبدون اي بدون تصرف الاموال بدون اي رقابه. الكل يعلم انها لا توجد دوله في المنطقه الشرقيه خصوصا، وان المنطقه الشرقيه تحت حكم سلطه عسكريه، هذا كله يعرفه. لكن زي ما قاعد نقول فيه الكلام خطير جدا، هؤلاء يطالبون بقسمه البلد، لكن قسمة مبطنة، ما يبوش، لن يسمحوا هؤلاء، لن يسمحوا لنا بإقامة الدولة، واللي يقوموا به هو عبارة عن، لكن هم يتحدثوا لك على تنمية لابد أن تكون في مناطقهم أو في المناطق التي لم تستثمر فيها أموال النفط. يعني هم شوف حتى التعديل الدستوري باش تعرف أن كل كلامهم حقيقة، نقولها كلمة واضحة كذب. يتكلموا على المركزية، لما داروا التعديل الدستوري 13 اللي احنا كنا معترضين عليه، داروا سلطات لرئيس يحكم من العاصمة بصلاحيات مطلقة. وين اللامركزية؟ وين الفيدرالية يتكلموا عليها؟ وعلاش ما داروش أي حاجة من الكلام اللي يقولوا فيه؟ كان الرد واضح، يعني هذا الموضوع عندهم هم. التعديل الدستوري 13 ما كتبهش محمد فؤاد، كتبه عقيلة صالح والنواب البرلمان. علاش داروه بهذه الطريقة المركزية لو كانوا يبغوا فعلا توزيع الثروة؟ طيب هذا دجل. المطالبة بتوزيع الثروة ما يكونش بالطريقة هذه. لو كانوا يطالبوا بتوزيع الثروة لكانوا أصلحوا القوانين في ليبيا وداروا قوانين فاعلة فعلا إنها تسمح باللامركزية وبغيرها. هم لهم في السلطة 11 سنة، رهم ما جوش أمس، لكن لم يقوموا بأي شيء من هذا، بل بالعكس داروا عكسه تماما. عندما داروا تعديلات الدستورية داروها مركزية أشد من المركزية الموجودة اليوم. إذا هم لا يسعون في الحقيقة لتوزيع الثروة، هم يسعون لملء جيوبهم الشخصية وملء جيوب القيادة العامة متاعهم، هذه هي الحقيقة. أشكرك. يبوا الثروة الليبيين كلهم يبوا الثروة، والثروة عن طريق وهو تأسيس دولة حقية عادلة في الليبيين. أستاذ محمد فؤاد المحلل السياسي، كنت ضيفا معنا عبر خدمة سكايب من جنوى، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لضيفي سعد الدينالي المحلل والكاتب السياسي الذي اصطحبنا عبر الأقمار الصناعية من داخل بنغازي، كما أشكر ضيفي عضو مجلس النواب الذي كان معي عبر خدمة سكايب من داخل مدينة بنغازي سيد جبريل وحيدة، وأشكر ضيفي الذي صحبني عبر الهاتف من مدينة بنغازي أيضا رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي. إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حوارية الليلة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة تحكم حركة المال وتقود صنع القرار. نقاشات في عالم المال والأعمال.